أسلامة، أنا عمر العزوزي، نقرأ في بورسعيد. نجحت في سيكشن باك ماس بمعدل 18.99. حبيت نبارتاجي معكم الاكسبيريونس نتاعي مع ليسينا اكاديمي ومع الباك اون جينيرال. كيف ما تعرفوا الباك ماهيش حاجه ايفيدونت، مي سويفون اللي كلام اللي باش نقولو تو وفي لاسيستونس نتاع ليسينا اكاديمي حتى شيء ان شاء الله ما باش يكون صعيب وما كنتش وحدكم، فما برشا مرافقين وبرشا اساتذه باش يخدموا معكم. بالنسبه للتجربه نتاعي مع ليسينا اكاديمي، الفيديو اللي مسجلين عاونوني باش نصلح لاكيون نتاعي، ميم سي نخرج كل شيء من الكور نتاع ليسي، ديما فما ديزاستوس ودي رومارك مهمة اللي عاونوني وعطاوهم لي البروفيت نتاع ليسان اكاديمي. مثلا بعد كل كور سيونس نجبد لي فيديو نتاع مادام ابتسام تونسي ونجبد زاد لي فيديو نتاع الفيلو ونتفرج فيهم دي مانيير كونسيكوتيف. الالتيرنونس هذه ما بين كور في ليسي والكور على البلاتفورم نتاع ليسان اكاديمي خلات المعلومات في مخي راسخ، مش كان لي فيديو نتاع الكور بركا مي زاد لي زابليكاسيون كانوا افيكاس. لي بوان ميثود الكل والطرق نتاع الريداكسيون الكل تعرضت لهم فيو لي سيري من الدرجين من البازيك حتى كشي لافونسي. اكبر حاجه عجبتني زاد في البلاتفورم تاع ليسينا هما لي لايف، ميم سي كل بروف والفاسون اللي وصل بها المعلومه، مي ديما فما هكا الانتراكسيون في وسط السيسيون فيو النومبر نتاع بارتيسيبون المعقول اللي يخليك مركز ويخليك مرتاح. مدام ابتسام تونسي ما نخرج من عندك نفهم الكل الكل، وبيان سور افيك كلكوز ابليكاسيون، مي سي شارشي لي زاد عاوني باش نفهم لي بوان ميثود الكل point de vue de rédaction, méthodologie ou quelque chose. Les applications de M. Cher qui sont les plus importantes pour les épreuves de management dans le bac. Le contenu de l'Achilo qui est diversifié vu le OEG avec les athlètes profites, surtout M. Bachir Mejri qui est venu avec nous et qui nous a aidé à faire les séries. Même à part les sessions de live, il y a un profite disponible 24 sur 24, تسألهم يجاوبوك في أي وقت. باك 2025 نحب نقول لكم اللي الباك ماهيش حاجة صعيبة، يكفي باش تعرف لاكون نتاعك وتريكيبيري روحك في الصيف. لي ماتيير سكوندير ما طيحوهمش على خاطر سو كي شارش إكسيلونس يلزم يراجع لي ماتيير الكل. تبعوا البلاتفورم تاع ليسانا، تبعوا الكالندغي نتاعهم على خاطر يخليك بيرسيستون، يخليك ديسيبليني في الخدمة نتاعك. ماذا بيك وسلام تكون أجور في خدمتك، لازم تتعلم 3 سوايع مينيموم في النهار و 3 سوايع لازم يكونوا صافين من غير حتى ديستراكسيون، تريفز ماتير برينسيبال و تريفز مع ماتير سكوندير. بون كوراج للكل و ربي معكم.